مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل فطار شتوي، بما ان احنا بقى الجو ابتدى يشتي خلاص وابتدينا نحس بلسعة البرد دي. تعالوا نعمل فطار شتوي يدفي كده الصبح، واهم حاجة كالعادة وكعادة كل وصفاتي تكون مش مكلفة وسهلة وبسيطة وسريعة. تقدري تعمليها لو عندك شوية دقيق وشوية قمح بس كده، يبقى عندك احلى فطار حلو ومغذي لولادك. وعلى فكرة الفطار ده بيتعمل باللبن وكمان بيتعمل من غير لبن، ويتعمل صيامي ويتعمل فطاري وبيتعمل في طواجن ويتعمل كده حلو ساقع كمان في الصيف. يعني عايزه اقول لكم انا ما بيخلاش من بيتي. النهارده هعمل لكم المفتول الصعيدي او المفتله بطريقه سهله وبسيطه، وهنطبخها كمان مع بعض دي بعد ما نشفت، وهوريكم طريقه طبخها النهارده وان انتوا تعملوها ازاي في طاجن حلو كده شتوي يدفي، وتحطوا عليه بقى شوكليت شيبس وشويه فواكه وزبيب ومكسرات، حاجه حلوه جدا جدا بتدفي الصبح وزي الفل. كل ده هتشوفوه معايا، بس لو لسه ما شفتوش في القناه اتمنى تدوسوا على كلمه الاشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه، وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتصر في القناه. ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوه. ويلا نبدا حالا. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي. اول حاجه نجيبها هنجيب قمح، دول تقريبا كده نقول ربع كيلو من القمح. ربع كيلو انتوا عارفين ده احنا مش هناخده طبعا، ده احنا الربع كيلو ده هيعمل معانا كذا مره، او لو عملنا هنعمل منه كميه كبيره، هنعمل منه حوالي 3 او 4 كيلو من المفتله. هرش رشه خفيفه من القمح، رشه خفيفه كده، وبعد كده بنديها بالميه. يعني ايه بنديها؟ يعني ببخ عليها كده شويه ميه ببخاخ ميه، بس دي ميه عاديه من الحنفيه ومش مرشوش عليها اي حاجة تاني، مية فقط. وبعد كده انزل عليهم بكوبايتين من الدقيق وابتدي ابرم فيهم، عشان كده احنا بنسميها مبروم عندنا في الصعيد، او بنسميها مفتلة لانها مفتولة بتتفتل يعني. ونفضل ان احنا نبرم بيها بالشكل ده لحد ما تكون تحت ايديا كرات كده صغيرة. الكرات الصغيرة دي هي اللي اسمها المبروم. طب وباقي الدقيق اوعوا ترموا، لان احنا هنشتغل بنفس الشغلانه مره تانية. عشان كده بقول لكم اقتصاديه، مش بنرمي ولا ذره دقيق، وبيعمل معانا كميه كبيره قوي قوي. نفضل نبرم فيهم بالشكل ده لحد ما يبتدي يبرم معانا ويعمل المفتول او المبروم الصعيدي. مش بنحط في الدقيق ملح ولا خميره ولا بيكنج ولا اي حاجه، هي ميه ودقيق وقمح بس، مش اكتر من كده. شايفين بعد يعني مرور 5 دقائق هيبتدي ان هو يتملي معاكم الموضوع كده، او تتملي الدقيق يتملي معاكم مفتله كده بالشكل ده. تبداوا بقى ان انتوا تنخلوها بمنخل او بحاجه سلك، او مثلا عن اي مصفى، بحيث ان انتوا تطلعوا البرم ده. شايفين هي لسه طريه جدا، تطلعوها دي لوحدها وبس. تخلي بالكم عشان زي ما قلت لكم هي عشان طريه ممكن تتهرس منكم، فتعملوها كده برفق. يعني انا استخدمت المصفى دي اللي احنا بنصفي فيها المكرونه. هطلع ان شاء الله كل دي اللي زايد هحطه تاني في الطبق اللي كنت بشتغل فيه، وهاخد المفتول ده ادخله على طول على قماشه اكون فرشاها كده عشان يبتدي ينشف. احنا مش بنسويه على فكره وهو طري زي كده، لازم ينشف. بينشف اما في الشمس اما تحت المروحة اللي متوفر عندك. يعني لو ما عندك الشمس بينشف تحت المروحة، ومش بياخد وقت خالص. هو ممكن بالكتير خالص 12 ساعة 24 ساعة، مش اكتر من كده، ويبقى جاهز معاكي على طول زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة زي ما قلت لكم تشيلوا منه دقيق خالص. واهم حاجة كمان بعد ما تطلعوه من المصفى كده وتصفوه من الدقيق، تبقى عندكم نشا. مهم جدا النشا. هنجيب زي ما انتوا شايفين كده ادي فوطه بيضه، وهنبتدي ان احنا ننزل عليها المبروم. هتحسوا ان هو مندي شويه، يعني مبلول سنه كده، علشان طبعا الميه وعشان خاطر ان هو لسه طري. عشان تفردوهم من بعض بيكون عندكم نشا، تمسكوا معلقه كده من النشا تحطوا عليه تلفوه كده، عمرهم ما هيلزقوا في بعض، وفي نفس الوقت هيبقى طعمهم حلو جدا وهينشفوا. النشا ده هيساعدهم ان هم يفرولوا من بعض وينشفوا، ميمسكوش في بعض خالص. بعد كده تعالوا دلوقتي نوريكم بقى طريقة عمل المفتول ده بعد ما ينشف. طبعا انا بسيبهم كده دايما بسيبهم 24 ساعة. بعد 24 ساعة بلمهم، بيبقى شكلهم كده زي ما انتوا شايفين، ولا فرن ولا تحميص ولا اي حاجة، هم كده استوى. دلوقتي انا هعمله بالحليب، بس انا دايما احب استخدم حليب جوز الهند. لو انتوا تحبوا تستخدموا الحليب العادي مفيش مشكلة، انا دايما بفضل في الحلويات او في الحاجات دي كلها بحب اعمل حليب جوز الهند. ممكن اعمله بحليب عادي، يعني حليب عادي واحط عليه معلقة جوز هند، او اعمل اصلا
مكرونه حليب جوز الهند في البيت، وهسيب لكم طريقته في صندوق الوصف. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع حليب، بقري، جاموسي، ومبستر، وكمان حليب البودره، اي حاجه هتنفع. انا هعمل كوبايه، الكوبايه الواحده دي بتعمل حوالي 5 طواجن، فانتوا عارفين الكوبايه دي بترمي معاكم كتير جدا. عشان اسلق الكوبايه دي محتاجه تقريبا كده 4 كوبايات من الميه، اسخنهم كويس جدا لدرجه الغليان، وبعد كده اسقط فيهم المفتول بالشكل ده. طبعا السوا بتاعه بيستوي عادي من غير ما اضيف للميه اي حاجه خالص، مش بضيف اي مكون. زي ما انتوا شايفين اول ما يبتدي المفتول يتشرب المية بالشكل ده، هبتدي اني انا طبعا النار بتكون متوسطة، مش بتكون عالية قوي ولا هادية جدا. ببتدي دلوقتي ان انا اشربه بالحليب بتاعي او باللبن. هبتدي ان انا احط كوباية اللبن او كوباية الحليب زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبتدي ان انا اسيبه يتشرب الحليب بالشكل المظبوط، يعني بحيث ان هو يبقى طعمه حلو، والحليب ده يديله نوع من انواع القيمة الغذائية العالية جدا. يبقى كمان مش بس أكلة بتدفي، لا كمان أكلة مغذية قوي وجميلة. تقدروا كمان تضيفوا القشطة، يعني لو عندكم قشطة تضيفوا معلقتين من القشطة للوصفة دي، بتديها طعم كده غني وحلو، وفي نفس الوقت بتديها برضو قيمة غذائية، بس بتديها شوية دسامة شوية. فالناس اللي بتعمل دايت والناس بتحافظ على وزنها وكده، بلاش موضوع القشطة ده. وممكن كمان تضيفوا سمنة بلدي. بعد كده تبدأوا ان انتوا تضيفوا السكر، وبيكون حسب رغبة. انا واحده من الناس ما بحبش الرز بلبن ولا المفتول الصعيدي ولا الحاجات دي يبقى فيها سكر كتير، بحب استمتع بطعمها الحلو من غير سكريات كتير. لكن لو انتوا حابين تحطوا سكر كتير براحتكم. دايما بحب طريقه تقديمها دي في طواجن في الشتاء، بالذات في الشتاء طواجن، وطبعا فاكهه الشتاء التين والجوافه والحاجات اللي هي بتبقى لسه طالعه في اول الشتاء دي بتدفي جدا. وبعد كده طبعا بحب احط شوكليت شيبس كقيمه غذائيه، وشويه مكسرات. هي بالمكسرات تحفه، جوز هند بقى وزبيب، ولو عندنا اي نوع من انواع المكسرات مش هتقول لا. وزي ما قلت لكم كمان بحب احط شويه شوكولاته شيبس كده عليها، او فرماسيلا شوكولاته كده، للولاد بيحبوها قوي قوي. تقدروا الطواجن دي تدخلوها الفرن مع سمنه بقى من فوق على الوش، بس من غير الفاكهه، يعني تخلوا الفاكهه في الاخر، لاما تحطوها على كده وتاكلوها بالف هنا وشفاء. طبعا المفتول ده بيقعد فترة طويلة عادي جدا، ممكن تحطه جوه التلاجة ويطلع يتسخن في الفرن وبيرجع زي ما كان بالظبط. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوة وللدعاية والاعلان على قناتي. هسيب لكم رقم التليفون واللينك، هتلاقوها في صندوق الوصف. لو حابين تتواصلوا مع مسؤول الدعاية والإعلان، ما تنسوش بقى تتابعوا باقي وصفاتي الفترة اللي جاية، الوصفات الشتوية الحلوة بتاعت بقى الدفى والحاجات الجميلة، الحلويات الاقتصادية. وأي وصفة تحبوها اكتبوا لي في صندوق الوصف، وإن شاء الله هرد عليكم، أو اكتبوا لي في الكومنتات. وأتمنى ليكم الصحة والعافية، تحياتي لكم بألف هنا وشفا، أشوفكم دايما يا رب على خير قريب.